dictatorii patologici. على أرض الكنانة في مدينة القاهرة سطرت سيرة من أهم سير الأدب والفكر والعلم بكل ما فيها من أطوار شخصية واجتماعية وتحولات فكرية ومنهجية وإنجازات استحق صاحبها بجدارة في رحلة كفاحه أن يصدر ويكرم. كان أحمد أمين علماً شامخاً أحدث في الأوساط الثقافية دوياً ما زال صداه يتردد في حياتنا الثقافية والعلمية، وقد تميز بالدأب والمثابرة والاجتهاد والعطاء في مسيرته الطويلة التي رقم أحداثها ودون تفاصيلها بأسلوب ممتع وسرد شيق وقدمها إلى قرائه بعنوان حياتي. أحمد أمين رحمة الله عليه عندما بدأ في كتابة سيرة حياتي كتبها سنة 1950 انتهى منها، فعندما رآها كان يعني سيء الظن في نفسه، فدفعها إلى أصدقائه الذين يثق بهم، فدفعها لمن؟ لأحمد حسن زيات صاحب مجلة الرسالة. أحمد حسن زيات يقول عن نفسه وعن هذه التجربة التي قرأها في سيرة حياتي، قال: ما استطعت أن أترك هذا الكتاب، انتهيت منه في جلستين، وهذا الكتاب كلما قرأته تود أن لا ينتهي. أهم ما تتصف به السيرة الذاتية التجربة والخبرة، وإن نزلنا قليلا فقد يصل بعضهم إلى فكرة الدفاع، يكون باعثه إلى كتاب السيرة الذاتية الدفاع عن الذات وتنزيهها، وهذا أيضا لا يحبذ. أحمد أمين هل كانت سيرته أحد هذه الثلاثة؟ نعم، كانت التجربة والخبرة. والتجربة يعني فعلا التي وضعها أحمد أمين هي منجم من مناجم كنوز الخبرات. لو وقفنا مثلا عند سيرته رحمة الله عليه نجد أنه لم يلبس لباس البطولة والمجد، وفي مقدمتها ذكر أمرا مهما، قال: كما أن الإنسان يكره أن يرى إنسانا قد تعرى، يعني تعرى جسده، كذلك النفس يجب أن لا يعريها الإنسان، فلذلك سوف أذكر الحق ولكن ليس كل الحق. لست بالسياسي العظيم ولا ذي المنصب الخطير الذي إذا نشر مذكراته أو ترجم لحياته أبانا عن غوامض لم تعرف، ولا أنا بالمغامر الذي استكشف مجهولا من حقائق العلم فحاول وصفه وأضاف ثروة إلى العلم أو مجهولا من العواطف، ولا أنا بالزعيم المصلح المجاهد ناضل وحارب وانتصر وانهزم، لست بشيء من ذلك ولا قريب من ذلك، ففيما أنشر حياتي؟ إني أؤرخ حياتي لعلها تصور جانبا من جوانب جيلنا وتصف نمطا من أنماط حياتنا، ولعلها تفيد اليوم قارئا وتعين غدا مؤرخا. فأنا أروي من الأحداث ما تأثرت به نفسي وأحكيها كما رأت عيني، وأترجمها بمقدار من فعل بها شعوري وفكري. من الصعوبة الجزم بأن الأستاذ الكاتب أحمد أمين هو أول من قدم اعتذارا عن أنه شخص ليس بمهم ولذا يكتب سيرته الذاتية، لكن ربما أنه يكون من أشهر من كتب هذا الأمر باعتبار سيرته من أقدم السير العربية، وباعتبار أيضا أنه ينتمي لمصر ذات الإشعاع الحضاري والثقافي في العالم العربي. لكن مما عهد عن كثير من كتاب السير الذاتية أنهم يشتركون في كتابة ثلاثة أشياء: بعضهم يعتذر عن كونه شخص غير مهم ولا يؤبه له أحيانا وليس بمؤثر ومع ذلك يكتب سيرته الذاتية، بعضهم يتكئ على أن الآخرين قد حثوه وألحوا عليه إلحاحا كي يكتب سيرته الذاتية، بعضهم يكاد أن يقسم أيمانا مغلظة
بأنه صادق في كل ما كتبه. وأتصور أن هذه الأمور الثلاثة يجب أن يتحاشاها كاتب السيرة الذاتية، وعلى القارئ أن يقرأ ويعمل ذهنه بعد إحسان الظن، لكن مع إعمال الذهن ومع الفحص، وبالتالي يستطيع القارئ التمييز بين الصدق من غيره، بين الحقيقة من الخيال، بين المبالغة والموضوعية. ينتمي أحمد أمين إلى أسرة من بلدة سمخرات من أعمال البحيرة، تمتهن الفلاحة وتمتلك زهاء 12 فداناً من الأراضي الزراعية، ولكن ثقل الضرائب المفروضة عليهم حملهم على هجر أراضيهم، فارتحل أبوه وعمه إلى حي المنشية. كان العم يعمل صانعاً وينفق على أخيه الأصغر والدي أحمد أمين الذي اشتغل بحفظ القرآن وطلب العلم في الأزهر، ولا زال يتقدم في العلم حتى غدا مصححاً في المطبعة الأميرية ببولاق ومدرساً في مدرسة حكومية، ثم تزوج من أسرة فاضلة من أعمال المنوفية. وكان أخوال أحمد أمين من التجار في مجال العطارة، يحفظون القرآن ويحسنون قراءته ويلتزمون الشعائر الدينية. في الأول من أكتوبر عام 1886 بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بأربع سنوات، كانت ولادة أحمد أمين في بيت والده. نشأ وترعرع في كنف أسرة صغيرة متآلفة متوسطة الحال اقتصادياً، في بيت لا يعرف الرفاهية وحارة شعبية لم تغزها المدنية. وكان والده حازماً حريصاً على الاستقامة والعلم، وهو إمام مسجد الحارة ومدرس في الجامع الأزهر وفي مسجد الإمام الشافعي. كان ذاك البيت الجاد المحافظ مدرسة أحمد أمين الأولى، ووالده معلمه الأول. أحمد أمين رحمة الله عليه، لو عدنا إلى قصة أبي، هو يشبه أباه، ولا نبالغ إذا قلنا أنه سار مسيرة أبي. تخيل، هذا الرجل أحمد أمين نشأ في منزل لا يرى فيه إلا شيء واحد، أب يقرأ يكتب، وإن وجد هذا الأب وقت فراغ نسخ الكتب الكبيرة. طيب، أبوه أيضا ماذا يعمل؟ كان مصححا ومدققا في المطبعة الأميرية، وهذا يبين لك فيما بعد جزء من خصائص شخصية أحمد أمين، كان دقيقا، محققا، فاحصا، ماحصا. كذلك كان والده يدرس في المدرسة، وهذا أيضا عاد على شخصية أحمد أمين رحمة الله عليه. والحارة بمن فيها من أقرانه ورفاقه مدرسته الثانية، انطبعت في ذهنه منها أول صور الحياة المصرية الصميمة في سلوكها وأخلاقها ومآتمها وأفراحها وسائر عاداتها. ومدرسته الثالثة الكتاب، التي كانت بحسب تعبيره تتبع طرائق عقيمة في التدريس ولا يسلم المتعلمون فيها من التوبيخ والعقاب البدني. تنقل أحمد بين أربعة كتاتيب تعلم فيها القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآن، وما كره في طفولته شيئا كما كره الكتاتيب، إلى أن أخرجه أبوه منها وسجله في مدرسة أم عباس الابتدائية، وكانت مدرسة حديثة نموذجية في بنائها، خلط فيها تلاميذ الطبقة الوسطى والعليا، ووضع له والده برنامجا يوميا مكثفا يبدأ بعد الفجر بالقرآن، ثم يحفظ متنا من المتون الأزهرية كألفية ابن مالك، ثم يذهب إلى المدرسة ليحضر دروس الفترتين الصباحية والمسائية، وفي استراحة الظهيرة يقصد مسجداً قريباً من المدرسة ليسمع لشيخه جزءاً من القرآن، فإذا رجع من المدرسة قصد مسجد أبيه لحضور درسه بين المغرب والعشاء، وفي طريق العودة إلى البيت بعد العشاء يحفظه والده بيتاً أو بيتين من الشعر مع إعرابهما. نقد أحمد أمين وطاع حسين وغيرهما للكتاتيب ليس نقد الكارح، بل نقد المحب، نقد الذي خبر هذا اللون من العلم فأخذ خيره وأراد أن يتجنب الناس شره. هل قال أحمد أمين إن الكتاب ليس له عليه فضل؟ أبداً لم يقل ذلك، لكنه انتقد الطريقة. الكتاب
كان به عيوب، منها إن سيدنا أو الشيخ لم يكن دائما عالما بما يقول، وكان كثيرا ما يوكل العريف بالتلاميذ. فحين ينتقد أحمد أمين الكتاب كان ينتقد المساوئ، ومن منا لا ينتقد المساوئ؟ كنت في هذا السن شديد التدين، وكان بالمدرسة مسجد صغير أصلي فيه الصلوات لوقتها، وكنت أقوم الليل وأتهجد وأحب الله وأخشاه، وتنحدر الدموع من عيني أحياناً في ابتهالاتي. وكان أبي لا يهدأ من التفكير أن يتركني أكمل دراستي أم يخرجني من المدرسة إلى الأزهر، ويسألني فأجيبه. أحب أن أبقى في المدرسة، ويتردد ويتردد، ثم يستخير الله ويخرجني من المدرسة إلى الأزهر. التحق أحمد أمين بالجامع الأزهر، ولم يستسغ طريقة التدريس في حلقاته مقارنة مع النظام المدرسي، والتزم برنامجاً وضعه له والده، لأن الدراسة في الأزهر كانت مفتوحة. وإذا ما سجل الطالب في سجلات الأزهر تخير من حلقات العلم ما يشاء، وليس ثمة من يتابعه، ولا امتحان في آخر العام. اختار له والده الفقه الحنفي لأنه يريد إعداده للقضاء، ولا بد للقاضي الشرعي أن يكون على مذهب أبي حنيفة. وكان للشيخ محمد عبده دروس في الأزهر بعد المغرب، فحضر له درسين اثنين، وأعجب بنبرة صوته وسهولة أسلوبه وما يزخرف به درسه من الفكاهات أحياناً، ووجد عنده الفهم ميسراً خلافاً لشيوخه الأزهريين. يبدو لي أن الكاتب أحمد أمين كان يعيش نوعاً من الصراع، بمعنى الصراع المحمود داخل نفسه بين فكرتين. لأجل هذا كان إعجابه بالشيخ محمد عبده، وهو الشيخ والإمام الأكثر استنارة، الأكثر اطلاعا على تجارب الآخرين، الأكثر قربا من الساسة ومن الوجهاء والزعماء، الأكثر تعمقا في النظرة المستقبلية من غيره من شيوخ الأزهر التقليديين الفضلاء رحم الله الجميع. لأجل ذلك ربما أن هذا انعكس على تفضيل أحمد أمين لمحمد عبده على غيره، وربما أن هذا التفضيل كان مؤشرا على التحول الفكري الذي سيطرى على أحمد أمين في ثلثي عمره. ورث أحمد أمين ضعف النظر من والدته، وكان ذلك سبباً لإخفاقه في الانتساب إلى دار العلوم لأنه لم يجتزي الفحص الطبي، فسافر إلى الإسكندرية وهو ابن 18 عاماً ليعمل معلماً للغة العربية في إحدى المدارس. وإن أعظم ما استفاده في الإسكندرية صلته بمعلم خريج دار العلوم في 42 من عمره، وهو نقشبندي الطريقة، ويلقبه طلابه بالشيخ الإنجليزي لترفعه وحريته وسعة فكره، وقد انتفع به أحمد أمين كثيراً. لأن كان أبي هو معلم الأول، فقد كان هذا الأستاذ هو المعلم الثاني. انتقلت بفضله نقلة جديدة، وشعرت أني كنت خامداً فأيقظني، وأعمى فبصرني، وعبداً للتقاليد فحررني، وضيق النفس فوسعني. وظلت صداقتنا سنين، ينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة فتتجدد صداقتنا وتزيد. هذا المعلم اسمه عبد الحكيم محمد، كان لقبه بين قوسين الشيخ الإنجليزي. لماذا؟ لأنه كان يتحرر، وكان يحترم الآراء، وكان واسع الفكر، وكان لا يتقيد بشيء. وهذا الشيخ عندما وصفه أحمد أمين قال كان يتبع الطريقة النقشبندية. لكن أنا عندما عدت إلى هذه الشخصية وأردت أن أفهم لماذا تحرر مع طريقة النقشبندية يعني تجعل الإنسان مقيد، وجدته قد تخرج من دار العلوم. وعندما نعود إلى تاريخ المصريين وتكوينهم نرى أن دار العلوم لم تظهر إلا سنة 1872 للميلاد، أنشأها علي باشا بيك صاحب الخطط التوفيقية، وكان الدافع لإنشائها أن الأزهر بدأ يعني يخفت ضوءه من جوانب علمية، من جوانب لغوية، فكانت هذه الدار اللي هي دار العلوم تعوض.
درس على يد من؟ على يد حسين مرصفي ومجموعة من الكبار. لكن حسين مرصفي عندما تسمع اسم حسين مرصفي تعلم أن أكبر الأدباء يعني درسوا كتابة الوسيلة الأدبية، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، طه حسين، الرافعي، كلهم يثني على هالكتاب. أحمد أمين عندما التقى بهذا الرجل رأى شيئا لم يره في الأزهر فاقترب منه، ومع مرور أيام قرأ على يديه أهم كتابين في البلاغة، دلال إعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر جرجاني، فأتم الكتابين على يد هذا الشيخ وكان متحررا. وأضف إلى ذلك أن هذا الشيخ كان يدفع أحمد أمين إلى أن يقول رأيه دون أن يخشى أو يخاف، فيقول أحمد أمين: جعلني أفهم الحياة أكثر من العلم، وشتان بين فهمك للحياة وفهمك للعلم. في أكتوبر عام 1906 رجع أحمد أمين من الإسكندرية إلى القاهرة ليعمل مدرسا في مدرسة والدته عباس باشا الأول، وهي المدرسة التي تعلم بها صغيرا وأثبت كفاءته في التعليم، إلا أنه لم يستمر فيه ورغب في الالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي التي افتتحت سنة 1907. تقدم إلى مدرسة القضاء الشرعي 200 طالب، نجح في اختبار القبول 5، كان أحمد أمين ثالثهم، وفرح لقبوله في المدرسة فرحا شديدا لأنه سيدرس علوما منظمة في مدرسة منظمة لا كما كان الشأن في الأزهر، ولأنه سيتعلم مزيجا من العلوم الدينية والعلوم اللغوية الأدبية والمواد القانونية العصرية ومواد الثقافة العصرية. اختار سعد زغلول للمدرسة ناظرا من أكفأ الناس هو عاطف بك بركات، واختار مع الناظر خيرة المدرسين من خريجي أشهر جامعات إنجلترا وفرنسا، واستعانا بخبرة علماء الأزهر، فاشتهرت المدرسة في مصر كلها وفي العالم الشرقي، يزورها الكبراء ويؤمها عظماء الوافدين إلى مصر من المعنيين بشؤون التعليم والإصلاح. الزعيم سعد زغلول هو أحد أهم الزعماء والساسة المصريين في تلك الأزمنة وتلك الحقبة قبل خروج الاحتلال الإنجليزي من مصر، وهو رئيس وزراء لمصر ورئيس لمجلس الأمة وأحد الأشخاص الذين حفرت أسماءهم في الذاكرة المصرية ولا يزال يذكر إلى يومنا هذا بالتجلة والإكرام، وكانت له جهوده الوطنية حتى أنه نفي خارج البلاد وتعرض لمضايقات كثيرة جدا. وأما مدرسة القضاء الشرعي فهذه من أفكار الإمام الشيخ محمد عبده لتخريج قضاة أكثر قدرة على معرفة الواقع، أكثر قدرة على الإحاطة بالأقوال والأوضاع، وربما أن سعد زغلول ممن سنده في نشأة هذه المدرسة التي كانت سببا في تخريج قضاة مصريين أكثر انفتاحا من غيرهم من الذين درسوا فقط في الأزهر الشريف، وفي كل خير وبركة. درس أحمد أمين في مدرسة القضاء الشرعي 4 سنوات كانت مرهقة جدا، فنظام المدرسة شاق متعب وليس فيها أي ترفيه، حتى الألعاب الرياضية كانت كأنها أشغال شاقة. ولم يكتفي بذلك بل زاد نفسه إرهاقا بحضور محاضرات في الجامعة المصرية الأهلية في تاريخ الفلك عند العرب والفلسفة الإسلامية والجغرافيا العربية. أعين أحمد أمين مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بعد تخرجه منها بشهرين، وألحق معيداً بالأستاذ عاطف بك بركات ليحضر معه دروس مادة الأخلاق، فلزمه سنوات في بيته والمدرسة يتناقشان في موضوعات الدروس المقررة وغيرها من الأمور السياسية والدينية والاجتماعية، ويرجعان إلى المصادر الإنجليزية والعربية. ولم يقتصر تدريسه على الأخلاق، بل درس أيضاً الفقه والتاريخ الإسلامي، وكان يجود في تحضير دروسه وإعداد المذكرات لطلابه. أحمد أمين رحمة الله عليه في مذكراته قال: أبي الروح هو عاطف بيك بركات. عاطف بيك بركات التقى به قدرا عندما التحق في المدرسة القضائية عام 1907 الميلاد. يقول: كنت في درس وكنا ندرس في درس الأخلاق، فدخل علينا واستمع للأستاذ وكان يقرأ علينا من أدب الدنيا والدين الماوردي، فلم يعجبه ذلك وقال للأستاذ: تنحى جانبا وأنا سوف أبدأ بتدريس الطلاب. يقول أحمد أمين: فبدأ يدرسنا الكتب الإنجليزية في الأخلاق،
وبدأت أرى شيئا وأسمع أمرا لم أكن قد سمعته أو قرأته عند العرب. مع مرور الأيام هذا الرجل قرب أحمد أمين منه وجعله ينوبه في الدروس، فظهر شيء جديد ذكره أحمد أمين اللي هو يسمى المعيد، أصبح يساعد الأستاذ في دروسه وينوب عنه. يقول أحمد أمين: هذه تجربة فادتني كثيرا، كنت أذهب إلى منزل عاطف وكنت أجلس عنده وأخاطبه كما أخاطب صديقي مع أنه أستاذي، وكان يقرأ علي بالإنجليزية ثم يترجمها بالعربي وأنا أكتب، وكان يناقشني ويعيدني حتى جعلني أندفع إلى محاولة تعلم اللغة الإنجليزية. لم يسلم أحمد أمين بعد سنتين من تعيينه معلماً في مدرسة القضاء من تبعات ضعف نظره، إذ حال تقريره الطبي دون تثبيته، يقتضي ذلك أن لا حق له في المعاش عند التقاعد ولا ضمانة لبقائه في الوظيفة، فاضطر إلى العمل في القضاء مدة يسيرة لأن التعيين في القضاء لا يحتاج إلى كشف طبي، والقاضي يكون مثبتاً مباشرةً، واتخذ ذلك وسيلة كي يرجع إلى التعليم مثبتاً، فعمل قاضياً في منطقة الواحات 3 أشهر ثم انتقل إلى التعليم ورجع إلى مدرسة القضاء الشرعي معلماً مثبتاً. وكانت مدرسة القضاء مدرسة ناشئة في الوقت ده، ولا يلتحق بها إلا الطلاب النبغاء من خريج الأزهر، فكان الالتحاق بمدرسة القضاء نقطة تحول في حياتي، ودايما العمل بالقضاء بيعطي الإنسان الرأي الصائب وميزان كلام الناس بميزان الذهب، عدم التأثر بالمشاعر، عدم الانقياد وراء العواطف، ولكن الانقياد وراء الحق والعدل. وكلمة العدل بالذات هي أكتر كلمة تصف الدكتور أحمد أمين، حتى في بعد وفاته في رثاء الدكتور طه حسين كان كتب عنه رثاء فقال أنه كان يسمى بالعدل من كثرة تكرار الكلمة على لسانه، يعني كان كل اللي حواليه بيسموا الدكتور أحمد أمين العدل. عدت إلى مدرسة القضاء كما كنت ودرست كما كنت أدرس، وأهم دروسي الأخلاق وبجانبها فقه أو تاريخ أو منطق، وأحسست حاجتي الشديدة إلى لغة أجنبية، فدروسي في الأخلاق مصدرها مذكرات عاطف بيك التي نقلها عن الإنجليزية، وأنا أتطلع إلى أن أتوسع فيها، ومن حولي من الأساتذة العصريين يستفيدون أكبر فائدة في مادتهم التي يحضرونها من اللغة الإنجليزية والفرنسية. تعلم أحمد أمين اللغة الإنجليزية في دروس خاصة عند سيدة إنجليزية في نحو 55 من عمرها، وكان لها عظيم الأثر في عقله ونفسه، فهي مثقفة ثقافة واسعة وتجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتكتب مقالات لجريدة التايمز ولها خبرة اجتماعية واسعة، وكانت تعامله معاملة أم قوية لابن فيه عيوب من تربية عتيقة. وأعظم ما نبهته إليه أمران: الأول إهماله حق نفسه وانهماكه بالعلم والتزي بالوقار وسمت الشيوخ، وكثيرا ما رددت على مسمعه: تذكر أنك شاب. والثاني غفلته عن ملاحظة الجمال، وكانت تقول له: يجب أن يكون لك عين فنية. كنت ذا عين واحدة فأصبحت ذا عينين، وكنت أعيش في الماضي فصرت أعيش في الماضي والحاضر، وكنت آكل صنفا واحدا فصرت آكل من أصناف متعددة على موائد مختلفة. يذكر أحمد أمين أنه تعلم الإنجليزية على طريقة بيرلز، وبيرلز هذا شخص يعني كان يدعو إلى طريقة التعلم بما يسميه ونسميه الآن طريقة الغمر، أي أنك تأخذ الطالب وتغمره في سياق إنجليزي. يعني أحمد أمين يقول ملاحظة عجيبة، يقول: فشلت طريقة بيرلتس معي. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يصل إلى الفكر، لا يريد أن يصل إلى الكلام بالإنجليزية في الموضوعات العامة. لذلك كان لقاؤه بميس باور
من أهم مراحل حياتي. تعرف أحمد أمين إلى مجموعة من خريجي مدرسة المعلمين العليا، ثقافتهم إنجليزية عصرية، فاتخذهم أصدقاء وانتفع بهم، وكانوا في لقاءاتهم كأنهم في مدرسة فيها حرية القول وحرية السمع وحرية الموضوع وحرية في كل شيء. ومن هؤلاء تكونت لجنة التأليف والترجمة والنشر برئاسته، فألفوا كتباً ونشروها، حتى بلغ مجموع ما نشروه سنة 1953 أكثر من 200 كتاب، وأسسوا للجنتهم مطبعة خاصة، وأصدروا مجلة الثقافة التي استمرت 14 عاماً. كانت لأحمد أمين صلة بجماعة من المثقفين، معظمهم ممن تخرج في جامعات فرنسية وأقام في فرنسا، من روادهم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وقد أصدر أحدهم مجلة السفور التي أسهم أحمد أمين في تحرير بعض أعدادها وإخراجها. وكانت لأعضاء هذه المجموعة لقاءات دورية يتناقشون في السياسة وحرية المرأة والمقارنة بين فرنسا ومصر. مجلة السفور هي مجلة من المجلات المصرية القديمة، وكانت غايتها كما صرح أحد رموزها في عددها الأول أنها تسفر عن أخلاق المجتمع، عن معدنه الأصيل، عن حقائقه، عن فضائله، عن حقوقه، عن واجباته. مع ذلك جزء كبير من كتابها، جزء كبير من المساندة التي حصلت عليها توجهت إلى جانب واحد فقط، هي أنها مجلة معنية بالدعوة إلى سفور المرأة المصرية ونزعها للحجاب، ونست باقي الأمور الأخرى التي تعد من فضائل فكرة هذه المجلة، وركزت على هذا الأمر فقط. اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وخلعت بريطانيا خداوي مصر وأعلنت الحماية عليها، فنشأ حزب الوفد المصري بزعامة سعد زغلول. وكان لأحمد أمين مشاركته في السياسة مشرفاً على تنظيم إلقاء الخطب السياسية بعد صلاة الجمعة، وكاتباً للمنشورات التي ترصد أهم الأحداث والمظاهرات. وبسبب الاحتقان السياسي جرت تصفية للحسابات بين الخصوم السياسيين، فأحيل عاطف بك بركات ناظر مدرسة القضاء الشرعي إلى المعاش لأنه من المتحمسين لسعد زغلول. وكذلك صدر أمر بنقل أحمد أمين من التعليم في مدرسة القضاء الشرعي إلى العمل في القضاء لأنه من المؤيدين لعاطف بك. الحراك في ثورة 19 لم يكن مجرد حراك سياسي، لم تكن مجرد مظاهرات تجري، كانت النفوس تستعر. وأنا أقول لك إن الناس أدركوا أن القوة هي الأساس وليست الأخلاق، وأدركوا أن مفهوم القوة لدى الغرب المتجلي في السلاح، المتجلي في الجنود، المتجلي في طريقة التنظيم، كل هذا ينعكس على التعامل مع المستعمرات. أحمد أمين شهد بأم عينيه الظلم الفادح الذي يتعرض له المصريون، وشهد بأم عينيه أن العلم هو المنفذ الوحيد والتعليم هو المنفذ الوحيد أمام المصريين للخروج من هذا الموقف الضعيف. وانتهت بذلك مرحلة طويلة هي زهرة العمر تقريباً، 15 عاماً من سني الشباب بين طالب ومدرس في مدرسة القضاء الشرعي. نلت فيها أكثر ثقافتي، وجربت فيها أكثر تجاربي في الحياة، وتعلمت ما استطعت من العلم ومن الناس، ولقيت فيها أكبر الشخصيات التي أثرت في نفسي، وطبعت فيها بطابع لازمني طول حياتي. قضى أحمد أمين 4 سنوات في القضاء ولم يسعد به، وكان يثقل عليه أنه ربما حكم في بعض القضايا بما في الكتب والقوانين واللوائح وليس بما في قلبه، وذلك لأن له آراء تخالف ما هو منصوص عليه في القانون، وسار على خطة قل أن يعتمدها قاضٍ، فكان ينحي المحامين عن الكلام
ويطلب حضور المتخاصمين شخصياً ويستمع إلى كل منهم لمعرفة الأسباب الحقيقية للنزاع التي لا يذكرها المحامون. وفي مدة توليه القضاء أصيب بمصيبتين كبيرتين، فقد مات والده بعد عملية جراحية ما كان ينبغي له إجراؤها لتقدمه في السن، وقد أجراها دون علم أولاده مخافة أن يحولوا دون إجرائها. ثم توفي عاطف بك بركات، ناظر مدرسة القضاء الشرعي، بعد رحلة علاج من داء عضال، فحزن عليهما حزنا شديدا وتألم لفقدهما ألما عميقا. في سنة 1926 عرض الدكتور طه حسين على أحمد أمين أن يترك القضاء ويلتحق بالتدريس في كلية الآداب، وبعد تردد يسير قبل العرض تخلصا من العمل في القضاء. دكتور طه حسين في عام 1926 عرض على الدكتور أحمد أمين التدريس في الجامعة، يدرس في كلية الأداب مادة النقد الأدبي، فتردد دكتور أحمد أمين في البداية ثم وافق. مش بس وافق، ده هو غير زيه لأنه كان يلبس الزي الأزهري، فراح فصل بدلتين وجاب طربوش ولبس. وإحنا في مصر في الفترة دي كنا نقسم أهل العلم إلى المعممين والمطربشين. المعممين أي خريج الأزهر والمعاهد الدينية، والمطربشين أي الأفندية الذين، فهو بيقول يعني أنه كان يعني لما يلبس اللبس البدلة كان يعني ناس كانت تستهجن وناس كانت تستحسن لبسه للبدلة يعني، ولكن بعيدا عن الزي وبعيدا عن مكالمة الدكتور طه حسين لي، العمل في الجامعة هو كانت نقطة الانطلاق في المشروع الفكري للدكتور أحمد أمين. لأن العمل في الجامعة معناها البحث العلمي، معناها الإبداع، معناها التأليف، معناها ان حضرتك بتدرس للطلاب فلازم يكون في جديد كل يوم. تاني حاجه، الماده نفسها او المقرر نفسه اللي درسه مقرر النقد الادبي. دراسه النقد بتعلم الانسان انه ما يتقبلش كل حاجه بسهوله، فانا ارى ان التحاقه بالجامعه هي اهم نقطه تحول في تاريخي، وهو اشار لده في اكتر من مره في مذكراتي الشخصيه. كانت بيئه الكليه جديده عليه، فهي لا تشبه الازهر ولا تشبه مدرسه القضاء الشرعي. جنسيات الأساتذة متعددة وأغلبهم من الأجانب، والمصريون قلة. واكتشف في كلية الآداب الفرق الجوهري بين الجامعة والمدرسة، فالمدرسة تعلم ما في الكتب، والجامعة تقرأ الكتب لتستخرج منها جديداً، والمدرسة تعلم آخر ما وصل إليه العلم، والجامعة تحاول أن تكتشف المجهول من العلم. وكان أول بحث أنجزه واستغرق فيه سنة كاملة عن نشأة المعاجم اللغوية وتطورها عبر العصور وما ينبغي أن تكون عليه. علاقة أحمد أمين بالمعاجم علاقة كاشفة. أحمد أمين انبهر بالدرس اللغوي الغربي ومحاولاته الشديدة لإيجاد اللغة الإنجليزية، علمته أشياء كثيرة منها الاعتماد المستمر على المعاجم. أحمد أمين أحب أن ينشئ أو أن ينشأ معجم على نهج جديد. درس النهج الذي اتبعه الغربيون كان مهما جدا، ومسألة الإطار الفكري الذي وراء إنشاء معجم قاده إلى مسألة التأريخ للفكر. هو يريد أن ينشأ معجم، والمعجم هو العمود الفقري لمن يريد أن ينشئ لغة، أن ينشئ علما باللغة. ومن هنا جاءت فكرة مشروع فكري كامل، ليس عن المعاجم فقط ولكن عن التاريخ الفكري والتاريخ العقلي وهكذا. ثم قدم بحثا مختصرا عن عكاظ والمربد وتصويرهما الوارد في الكتب وأثرهما في اللغة والأدب، وكان ذلك تمهيدا لمشروع واسع في البحث وضعه مع الدكتور طه حسين والأستاذ عبد الحميد العبادي لدراسة الحياة الإسلامية من نواحيها الثلاث في العصور المتعاقبة منذ ظهور الإسلام. على أن يختص الدكتور طه حسين بالحياة الأدبية، والأستاذ العبادي بالحياة التاريخية، وأحمد أمين بالحياة العقلية. المجموعة اللي كتبها الدكتور أحمد أمين عن الإسلام، اللي هي فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام
ويوم الإسلام اللي بيسموها المجموعة الإسلامية أو الموسوعة الإسلامية. لما الواحد يقرأها يجد أن هذا الرجل يتتبع العقلية العربية الإسلامية ومراحل تطورها. ولكن هو ليه كتاب تاني، كتاب رائع جدا اللي هو فيض الخاطر. كتاب فيض الخاطر عبارة عن 10 أجزاء فيهم 900 مقال للدكتور أحمد أمين. جمع هو كل المقالات اللي كتبها في مجلة الرسالة ومجلة الثقافة ووضعها في 10 أجزاء، فلما تقرأ 10 أجزاء دي تلم تماما بفكر الرجل وتوجهاته. في سنة 1928 كانت أولى رحلات أحمد أمين إلى خارج القطر المصري بتهيئة من الجامعة لرحلة علمية إلى إسطنبول للبحث عن كتب الجغرافيا القديمة في مكتباتها، وخاصة كتب بطليموس. استغرقت الرحلة زهاء 40 يوماً، وزار في إسطنبول الكثير من معالمها الأثرية، واطلع على الانقلاب الكبير الذي شهدته تركيا بعد الحقبة العثمانية، والتحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية وتداعياتها على الدولة والشعب. توجه أحمد أمين في سنة 1930 في رحلة برية إلى بلاد الشام مع بعض الأساتذة وطلاب الجامعة، وكان المشرف على الرحلة التي استمرت 15 يوماً. فبدأوا بفلسطين وزاروا القدس والمسجد الأقصى وبيت لحم، ثم توجهوا إلى دمشق وزاروا الجامع الأموي وقبر صلاح الدين الأيوبي وأستاذه نور الدين زنكي، وفي حلب طافوا بقلعتها وأسواقها، ثم قصدوا قبر أبي العلاء المعري في معرة نعمان، وانتهت رحلتهم في بيروت وزاروا فيها كلية المقاصد الإسلامية والجامعة الأمريكية ومدرسة الآباء اليسوعيين، وكانت العودة بالباخرة إلى الإسكندرية. وأشرف في سنة 1931 على رحلة برية إلى العراق رتبتها كلية الآداب، زاروا فيها مدناً عديدة وقصدوا المواقع الأثرية وبعض المساجد التاريخية، ودعاهم الملك فيصل إلى مأدبة عشاء. وأكثر ما ألمهم في هذه الرحلة ما رصدوه من انقسام مذهبي بين أفراد الشعب العراقي والتصحر والجذب في مساحات كبيرة صالحة للزراعة والاستثمار. ارتحل الكاتب أحمد أمين إلى الشام والعراق وإلى إسطنبول، وشاهد العالم العربي والإسلامي وهو تحت احتلال بغيض إنجليزي وفرنسي أو تحت أثر هذا الاحتلال، وقد تألم تألما شديدا بحكم أصالته العربية وانتمائه العربي والإسلامي، تأثر بما رآه وشاهده من تخلف وانحطاط واختلاف في بعض البلاد الإسلامية، وهذا أثر عليه فيما كتب وفيما قدمه بعد ذلك من مقترحات وآراء. والرحلة في نظري لا تكون لها قيمة إلا إذا تفتح القلب لما يرى، وجال الخيال في ذلك جولته، ومزج الإنسان ما يرى بنفسه. ولقد استفدت من هذه الرحلة رؤية البلاد وأهلها، وعرفت طرفاً من حياتها الاجتماعية ومشكلاتها السياسية ومناظرها الطبيعية. اختير أحمد أمين سنة 1932 عضواً في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في ليدن بهولندا، وسافر إلى أوروبا قبل موعد المؤتمر بـ2 شهر ليجول في فرنسا وبريطانيا ويرى المدنية الحديثة وحضارة تلك البلاد. وفي المؤتمر استمع لأبحاث المستشرقين في الإسلاميات والأدب العربي والهنديات والصينيات، وكان بحث أحمد أمين الذي سيقدمه في المؤتمر بعنوان نشأة المعتزلة، وقد كتبه باللغة العربية، إلا أن رئيس المؤتمر في ذاك اليوم كان المستشرق الشهير مارجليوث، ولم يسمح له بإلقاء البحث باللغة العربية بحجة أن أكثر الحاضرين لا يفهمون العربية، فألقاه باللغة الإنجليزية على ما يجد في ذلك من صعوبة، لأنه تعلم الإنجليزية ليقرأ ويفهم لا ليلقي بها أبحاثاً علمية. أحمد أمين
كتب بحثه باللغة العربية، لكنه فوجئ بأن لغة المؤتمر هي الإنجليزية. طبعا ده فيه مفارقة، وأنا موقن إن أحمد أمين أدرك هذه المفارقة، والمفارقة هنا أميل إلى التناقض وليس إلى التصالح. لماذا؟ لأن الاستشراق عن الشرق وتحديدا الشرق الإسلامي الذي لغته العربية، فحين تقول لا ينبغي أن تلقي بحثا عن الشرق وعقائد الشرق بلغة الشرق، هنا يكتشف أحمد أمين تناقض، وهنا تظهر مسألة الجبة والعمامة والبدلة. مارجليوس كان يريد أن يجعل نص أحمد أمين يرتدي البدلة، وهو آتي بنصه مرتدي العمامة. وفي طريق عودته من ليدن مر بفرنسا وإيطاليا، ثم زار أوروبا مرة أخرى سنة 1938 لحضور مؤتمر المستشرقين في بروكسل، واختزن من هذه الرحلات الكثير من الفوائد، وعدها معادلة لرحلاته المشرقية يقارن بين ما رأى في المشرق والمغرب ويستخرج الحكمة بعد المقارنة. شهد أحمد أمين الكثير من التطورات في حياته، ومن ذلك تطور في كلية الآداب، وذلك بعد أن ترقى إلى أستاذ مساعد وصار عضواً في مجلس إدارة الكلية، ورأى كيف تدار الأمور وما يقع من تجاذبات ونزاعات في الاستحواذ والسيطرة على قسم أو على كرسي أستاذ أو عميد، وكذلك الصراعات بين الحكومة والجامعة عند تدخل الحكومة في الشؤون الجامعية ومحاولة الجامعة المحافظة على استقلالها. وأشهر هذه الصراعات كانت نقل الدكتور طه حسين من كلية الآداب إلى وظيفة في وزارة المعارف دون أخذ رأي الكلية، وما استتبع ذلك من استقالة الدكتور طه وإضراب الطلاب عن حضور الدروس. والثانية تدخل وزير المعارف حينها لمنع ترقية أحمد أمين إلى أستاذ وتعنته في ذلك. لم يكن خلاف أحمد أمين رحمة الله عليه الوحيد مع وزير المعارف، وإنما له خلافات أخرى، وأهمها في وجهة نظري خلافه مع زكي مبارك، مع أنه لم يذكر هذه المعركة، لكن ذكرها في مقالة عنوانها اعترافاتي في بيض الخاطر في الجزء التاسع. ذكر أنه في يوم من الأيام كتب مقالة عنوانها جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي، فبسبب هذه المقالة ثار عليه زكي مبارك، وكتب مدة 3 أشهر مقال عنوانه جناية أحمد أمين على الأدب العربي. وللأسف أحمد أمين في اعترافاته يقول أنا لست من الأشخاص الذين يغضبون لأجل نقد موضوعي أو لكتاب كتبته، أنا أحترم كل الآراء، لكن إذا وصل الإنسان إلى شخصي وحياتي وصفاتي أنا لا أستطيع، فقد تألمت مما قاله زكي مبارك عني ولكني لن ألتفت إليه. في سنة 1935 أراد أساتذة الجامعة رد الاعتبار لأحمد أمين بعد الظلم الذي وقع عليه من وزير المعارف، فأقاموا له حفل تكريم لمرور 20 سنة على رئاسته لجنة التأليف والترجمة والنشر، وكان حفلاً ضخماً حضره كبار رجال المعارف ورجال السياسة وبعض كبار المستشرقين. عين أحمد أمين سنة 1939 عميداً لكلية الآداب، ولم يكن متوقعاً حجم الهدر في الوقت بالأعمال الإدارية، وشغله ذلك عن العلم، ولم يستطع أن ينجز بحثاً واحداً وانقطع عن التأليف. وبعد سنتين من توليه العمادة اختلف مع وزير المعارف، ووجدها فرصة سانحة للاستقالة والتحرر من هذا القيد، فرجع أحمد أمين إلى التدريس، وشارك مع أحمد حسن الزيات ورفاقه في إخراج مجلة الرسالة، وكان يكتب مقالاً أدبياً أسبوعياً يغلب على موضوعاته الصبغة الاجتماعية والنزعة الإصلاحية، ثم كتب لمجلات أخرى كالهلال والمصور. أحمد أمين ذكر عن نفسه ذلك في فيض الخاطر، يقول مقالاتي أعدها تميل إلى الدراسة الاجتماعية والنفسية اللي فيها شيء من الأخلاق. نرى مقالاته مثلا
في مجلة الهلال ومجلة الرسالة. إذا وقفنا عند بعض المقالات نجد أن فيها من التحليل والتفسير والتعليل ما يدعوك إلى أن تقول بأنه عالم ليس أديبا. وذكرت قصته مع أبي العبر، هذا أشهر شاعر عرف بالكدية، الكدية الشحاذة الأدبية. هذا الشاعر كان في زمن شعراء كبار فما استطاع أن يتجاوزهم، كلما أراد أن ينظم شعرا شعره أقل منهم فما أحد عرفه، فاتجه إلى الشعر الكدية أو شعر التهريج. هذه المقالة عندما قرأته عند أحمد أمين وجدت أنه تغلب على من كتب في تاريخ الأدب العربي مثل شوقي ضيف. عندما ترجم لي أبي العبر كان ترجمته يعني أقل من أحمد أمين. مثلا مقالته رحمة الله عليه في الأسرة وبناء الأسرة وما هي قيمة الأسرة، لا يبين لك إلا أنه عالم اجتماعي، لا يبين لك الجانب الأدبي. لكن إذا قرأت الأسرة عند أحمد حسن زيات وعند طه حسين تجد أنهم يتحدثون بعاطفة، بينما أحمد أمين لا، يفكك لك الشيء ويأتي عند مقدمته ويذكر لك الدليل الذي أدى إلى هذه المشكلة أو هذا الفضل، ثم يعطيك النتيجة التي لا بد من ذكرها التي توصل لها هو وأهله. ها أنا ذا أعود إلى كتبي ومكتبتي وأجد من الفراغ ما يمكنني من الاشتراك في المجالس العلمية والإشراف على أعمال لجنة التأليف والترجمة والنشر ونحو ذلك. حياة علمية هادئة لذيذة، وهذا هو ما يتفق مع مزاجي، فأنا لا أحب الجاه بالقدر الذي يجعلني أتحمل متاعب المنصب الإداري وما فيه من ضياع وقت واضطراب بال. في سنة 1945 انتدب أحمد أمين وهو أستاذ بكلية الآداب مديراً للإدارة الثقافية بوزارة المعارف، فشجع على ترجمة أمهات الكتب الغربية إلى العربية وتصدى لمعالجة بعض الأخطاء التي وقعت فيها وزارة المعارف، وأهمها قصر جهود الوزارة على التعليم داخل جدران المدرسة واقتصارها على نشر الثقافة بتعليم القراءة والكتابة. والحق أن الثقافة تنشر بالسمع والأشرطة السينمائية وغيرها من الوسائل. فعمل مع شابين من موظفي الإدارة الثقافية على البحث في المراجع الأجنبية عن أفضل الأنظمة التي تصلح لواقع مصر في تدارك خطأ وزارة المعارف، وأطلق على المشروع اسم الجامعة الشعبية، ولقي قبولاً عند الوزير ورصد له ميزانية للتنفيذ، ونجح المشروع وبلغ بوقت يسير عدد المستفيدين منه 17,000. الجامعة الشعبية بدأت أولاً برغبة أحمد أمين في توصيل العلم لأكبر قدر من الناس، وده أحد مفاتيح فهم شخصية أحمد أمين. أحمد أمين في بداية كتاب حياتي يقول إن الديمقراطية أو نشر التعليم هو مفتاح تحول هذا الشخص إلى من هو أحمد أمين. حين عرضت عمادة كلية الأداب على أحمد أمين أخذ يقول أنا لم أتعلم في جامعة، لم أتعلم في كذا، لم أتعلم في كذا، وكانت هذه إشارة إلى ضرورة إتاحة التعليم للجميع. كلنا نعرف الآن في مصر الثقافة الجماهيرية، هيئة الثقافة الجماهيرية وقصور الثقافة، كل الكلام ده هي دي وليد الجامعة الشعبية اللي أحمد أمين اقترحها. في سنة 1946 انتدب أحمد أمين من وزير الخارجية أحمد لطفي السيد للمشاركة في مؤتمر فلسطين في لندن، وامتنع عن الذهاب بحجة انتسابه إلى العلم وعدم اشتغاله بالسياسة إلا يسيراً، فلم يعفه الوزير واضطر إلى المشاركة، وكان مع السياسيين العرب في جميع الحوارات والجولات، ثم جلسوا على مائدة مستديرة مع وزير خارجية بريطانيا إرنست بيفن والمختصين بالأمور الشرقية من الإنجليز.
واستمرت اللقاءات أياما إلى أن تشكلت لجنة صغيرة من ممثلي العربي وممثلي الإنجليز ليضعوا مشروع اتفاق. Of this intractable problem. I pray that the opening of this conference may be also the opening of a new and happier chapter in the history of Palestine. ثم عرضت اللجنة الاتفاق الذي وصلت إليه على الهيئة العامة من العربي والإنجليز. فكان رد الإنجليز: لقد عرفنا وجهة نظركم وعرفتم وجهة نظرنا، وسنبحث الأمر فيما بعد وسنخبركم بالنتيجة وسندعكم إذا دعا الأمر. أحيل أحمد أمين إلى التقاعد بعد بلوغه 60، ولم يمضي على تقاعده إلا قليلاً حتى عرض عليه أن يكون مديراً للإدارة الثقافية في الجامعة العربية، فأنشأ مع فريق العمل معهد المخطوطات، واهتموا بتصوير المخطوطات القديمة في العالم، ووضعوا خطة للتعاون الثقافي عن طريق ترجمة الكتب والسينما والإذاعة، وعملوا على إنشاء علاقات متينة مع اليونسكو في الشؤون الثقافية وخصوصاً ما يتعلق بالعرب. تعرض أحمد أمين في آخر حياته لمرض في إحدى عينيه، وأجريت له عملية فقد على إثرها نظره، فضعفت قدرته على القراءة والكتابة مع رغبته الشديدة فيهما، وكان يضطر للاستعانة بمن يقرأ ويكتب له، ويجد لذلك بطئاً في توارد الأفكار والمعاني لأنها كانت تتدفق إذا أمسك بقلمه، ولم يعتد أن يملي على أحد من قبل. أحمد أمين رحمة الله عليه في يوم من الأيام كان يقلب نظارته فشعر بأنه يرى سوادا، فكان يظن الإشكال في النظارة، قلب النظارة ونظفها عاد فإذا به يرى هذا الشيء. ذهب إلى الطبيب وكان في أواخر حياته، فقال له الطبيب للأسف الشديد: عينك فيها شيء من الانفصال بالشبكية وتحتاج عملية. يقول: فلما عمل لي عملية واختليت بنفسي وأصبحت أسير الظلام، أصبح ليلي مربوطا بنهاري ونهاري مربوطا بليلي. يقول أحمد أمين: في هذه اللحظات بدأت أتسلى وأود أن أذكر ما قرأته، لأني كنت يعني كان سلواي في الدنيا قراءة وكتابة، الآن لا أقرأ ولا أكتب، إذن يجب أن أعتمد على الذاكرة. يقول: بدأت أذكر أكبر أديبين عرفتهم العربية ابتلاهم الله بالعمى، وكان الأول بشار بن برد. يقول: فعندما نزلت قليلا إلى أعمى آخر وهو أبو علاء المعري. يقول: أبو علاء المعري كان متشائما يرى أنه مسجون في 3 سجون: البصر والجسد والبيت الذي هو فيه. يقول: فكنت أرى الكآبة وسوء المنقلب، فكنت أحاول ألا أكون متشائما كأبي علاء المعري. يقول: في الأخير آمنت بأن الإنسان إذا وهبه الله بهبتين عاش الحياة بسرور، هبة الأولى أنه يصبر على الشدائد، والهبة الثانية أنه ليس بالشكاء وليس بالإنسان الذي يمل زمانه ويمل حاله. لقد أفادتني هذه التجربة المرة أن خير هبة يهبها الله للإنسان مزاج هادئ مطمئن، لا يعبأ كثيرا بالكوارث ويتقبلها بثبات، ويخلد إلى أن الدنيا ألم وسرور، ووجدان وفقدان، وموت وحياة، ثم صبر جميل على الشدائد يستقبل به الأحداث في جأش ثابت. فمن وهب هاتين الهبتين فقد منح أكبر أسباب السعادة. قرر مجلس كلية الآداب ومجلس جامعة فؤاد الأول منح أحمد أمين الدكتوراه الفخرية سنة 1948، وفي العام نفسه منح جائزة فؤاد الأول لأحسن عمل في الآداب والعلوم والقانون. ولم يبتهج أحمد أمين لهاتين المنحتين العظيمتين تتويجاً لجهوده في العمل الجامعي والإنتاج الأدبي لسوء حالته النفسية بعد أن كل بصره وفقد معظم قدرته على القراءة والكتابة. ثم لم يلبث أن عين في كلية الآداب أستاذاً غير متفرغ، وعاد إلى تحضير المحاضرات وإلقائها، واستعاد شيئاً من بهجته حتى أصيب بجلطة في الدماغ سنة 1950، تعب من آثارها قبيل وفاته. الذي يبدو أن الكاتب أحمد أمين بدأ بتدوين مذكراته في الجزء الأخير من عمره، ولكن قبل أن يفقد
أو قبل أن يضعف بصره لدرجة منعته من القراءة ومنعته من الكتابة، وتحدث فيها عن حياته وعن أطوارها بقدر من الصراحة والوضوح وبسمو في الحرف وفي الأداء الأدبي الكتابي. كانت حياة أحمد أمين غنية بالتأليف والترجمة والنشر والعضويات في المجامع العلمية وغيرها من الهيئات والجامعات، إلا أن شهرته الكبرى كانت بمشروعه في دراسته الحياة العقلية الإسلامية في كتبه الثلاث الأشهر: فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام. اختط لنفسه منهجاً خاصاً في البحث والتحليل والاستنتاج، وقدم دراسة للحياة العقلية لأمة الإسلام لم يسبق إليها، وعرض آلاف الآراء ومئات الشخصيات، وتحدث عن نشأة العلوم وتطورها والفرق الدينية والثقافات التي تفاعلت مع الثقافة الإسلامية. لكن بقي العمل الذي قدمه علماً من معالم النهضة الحديثة لا يستطيع باحث فيها أن يغفله. في آخر سيرة حياتي، الفصل الأخير، كتب رسالة فيها من أدب الاعتراف. هو اعترف اعتراف أدبي خلقي، يدخل بين قوسين بأدب الصداقة أو اعتراف بفضل الصديق. ذكر في هذه الرسالة، وكان يقصد طه حسين لكن لم يصرح بطه حسين، قال: كان لي صديق فرقت بيني وبينه العمادة، أمر دنيوي للأسف شديد، وكان هذا الصديق أنا هواه وهو هواي، وهو يفهمني وأنا أفهمه، وكنت أحبه وكان أيضا يحبني، وهذا الصديق قد أراني من الحياة ما لم أره، وقد عرفني من المعارف ما لم أعرف، ولكنها الحياة التي فرقتنا بسبب يعني منصب أو بسبب اختبار دنيوي، ولكني ما زلت أكن له المحبة وأظن بأنه يكن لي المحبة. وعندما توفي أحمد أمين رثاه طه حسين. وفي 30 مايو عام 1954 توفي أحمد أمين بعد أعوام قضاها في الصراع مع المرض، وحياة مديدة قضاها في الصراع مع الحياة الفكرية والأدبية الإسلامية والعربية، ودون لنا بعض جوانبها ليقول: تلك شهادتي.